إذن مشاهدي شوف تيفي، تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات. كنحييكم من المنطقة الشرقية بطبيعة الحال، كنتواجدوا جبال قريبة من مدينة وجدة بطبيعة الحال، جامعة تونسية. كما كتشوفوا معنا الثلوج يا الإخوان، منظر جميل جدا. المنطقة الشرقية هذه مشهورة في الآن، كتشوفوا معنا منظر رائع صراحة. الثلوج تكسو كل مكان هنا، مشهد جميل جدا. الجو مشهد رائع. مشاهد جميل جدا صراحة. تشوفوا معنا في كل مكان. الناس يبغوا الوداد ديالهم يشوفوا الثلج. الثلجية مهمة صراحة في هذه المنطقة، هذه الله يجعلها على قد النفع إن شاء الله. من 2017 ما طاحش الثلج هنا بالمنطقة الشرقية، خصوصا الأماكن اللي كانت معروفة بالثلوج. منظر جميل صراحة. بارطاجيو معنا هاد المنظر الإخوة، بصح كيما كتشوفو معنا حنا في النواحي ديال المنطقة الشرقية، هذه الجهة ديال تويسنت وسيدي بوبكر، طاحت واحد التساقطات مهمة ديال الثلوج. الثلوج في كل مكان، الجبال كلها مكسية بالثلوج. نتبارطاجي مع هذا الموج، هذا استمتاع. الأراضي كلها بيضاء. كل شيء بيض تبارك الله.
معنا الإخوان. كتشوفوا الناس راهم كيلعبوا. تحركوا لا باقي لاش بزاف لنا علاش البرد اخويا لا غير شويه بالك عتنا سيت من اخويا قلنا كي جاتك الامور هنايا وكي جاتك واح اخويا تنا شي لا لا صار حسب لي ما تلاقى تبارك الله عليك الله يبارك فيك طارق جيت شوف الثلج ولا واه خويا جينا تفكروا السنين تاع الثلج مع هذه قريب من 10 سنين ولا هكا ما طاحش عندنا الثلج واليوم طاح الثلج في مدينة تويسنت وقريبا لينا وقلنا علاش لا حتى حنا ما نجيوش نشوفوا الثلج ونتمنضروا شويه واش دار يوصلكم غير البرد اخويا واش دار يوصلنا غير البرد تعرف شي البارح مع ديك 8 ونص تاع التريكو يا جو سراول هكا كوار اخويا طاح ايوا حنا جينا اليوم تويسنت نشوفوا الثلج الحمد لله اجواء زوينه